مسجلات العز بإدارة براء أبو العز. نحرم الخمرة والصبابة يا ابويا انا قبل ما موت يا بابا شادي باسم موسى وين الشباب يا بابا يا يابا قبل ما موت بدي وصي بابا لحالي ويفتحن طلوا الاحباب يا قلبي اوف 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 يا عيني وين ابو ربيحة ابو شدا انا خي لو جرحي شاب وزاد الالم بي انا خي لو جرحي شاب زاد الألم بياك المصيحة الأخ أتذكرك والله يا خي هل يبى الأخو مهما كان ما عارض استعراض قال الأخو مهما كان ما عارضه ولا استعرى وامرض اذا مرضان وعرى اذا بيعرى يا ابويا بتعوض النسوان وبتعوض الجزدان وبتعوض القصدان لكن والله يا خي الأخو لا 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 ما يتعوض قول يا ابو يوسف قول يا ابو البلاء قال يا يابه يا يابه يا يابه يا يابه يا يابه يا يابه يا ابويا يا مشرع لناسك يا ابويا يا ابو شادي دولها وانت وانا مريض لا علتي دولها يا بان المرضان يا دنيا والله يا ابويا دولها مريض مفارق ضعون الاحباب يا يابا كنا صغار يابا نقعد وقت الغروب باب الدار ننطر جيت ابونا يرجع ابو شادي مبتسم بس وجهه متعوب وتصير تلوم بامشاد الحنونة يجي ابونا محمل اشكال والوان وقميصة من التعب مقلوب لونه يابا يلبسنا حرير وهو محروم يا يابا قميصة يا ابو شادي من التعب مقلوب لونه حملنا حملنا على كتاف وزمان وزمان حملنا سنين يا ابويا ما تعبني بدونا قال يا يابا دير بالك يا اخويا على امك يل بعدها وياك مو فوق الظهر يا ابو يوسف عالراس خليها
هاي دنيا هاي دنيا هاي دنيا بلا يا أم ما تسوى بيها نعيش شل بعيش دنيا أبو يوسف يوم أمي ما بيها